احتفلت رعية السريان الكاثوليك بتقدم أبنائهم للمناولة الأولى للقربان الأقدس، وذلك بقداس إلهي ترأسه المطران غريغوريوس بطرس ملكي بمعاونة الأب زهير كيكي راعي الكنيسة وعدد من الآباء الكهنة. إلى المزيد. لأنه من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيا وأنا فيه، فنحن بمشاركتنا في القداس الإلهي وتناولنا القربان الأقدس نثبت في المسيح ونتحد معه. في كنيسة سيدة الكرمل للاتين في منطقة الهاشم الشمالي ترأس سيادة المطران غريغوريوس بطرس ملكي النائب البطريركي للسريان الكاثوليك في الأراضي المقدسة القداسة الاحتفالية بمنح سر المناولة الأولى لأبناء رعية السريان الكاثوليك بعمان بحضور جمع من الراهبات وأبناء الرعية. وشربتم هذا الكأس تعلنون موت ربي إلى أن يأتي. بارخ ماركم شاف العمش اليوم دي حلثون أخفوثو انصوث دشمال أزبرتو دمعلي حيوثو. فأرسل بطرس ويوحنا وقال لهما اذهبا فأعدا لنا الفصحى لنأكله. 25 طفلا من أبناء الرعية تقدموا أمام مذبح الرب بثيابهم البيضاء ليقبلوا دما وجسد السيد المسيح وسط فرح أهلهم وذويهم. في عيدة القداس قال المطران بطرس ملكي إننا لا نكون مسيحيين حقيقيين إذا لم نتحد بيسوع المسيح. كم هي مباركة تلك اللحظات التي نكون فيها متحدين اتحادا تاما بخالقنا، لأنه بدمه وجسده افتدانا على خشبة الصليب. فكذلك في حياتنا الروحية يسوع بيقدم حاله لكل واحد منا يقول هذا والخبز، كلوا هالخبز. لما بتاكلوا هالخبز راح تعرفوا كيف تنمو انتوا كمان بالإيمان، تكبروا بالإيمان وتزدادوا محبة لألي أنا وتزدادوا محبة لبعضكم البعض. كما شكر قدس الأب زهير جيجي راعي الكنيسة في كلمته سيادة المطران على ترأسه ومشاركته الأطفال وذويهم هذا الفرح السماوي، مهنئاً أبناء الرعية بقبولهم للقربان الأقدس. هذه المناسبة ما تكون مناسبة عابرة، وإنما لازم دائماً نتجدد بتناول جسد ودم المسيح. وأيضاً نشكر قناة نور سات اللي نقلت هذه الاحتفالية. وفي ختام القداس قدم سيادته هدايا تذكارية للأطفال بمناسبة تقدمهم لقبول سر المناولة الأولى، متبادلا معهم والآباء الكهنة وذويهم الصور التذكارية.